السلام عليكم، معكم فضلي انصاف ايتوديون طون بروميير اني دو ميديسين في طنجي. حنا هنا باش نهضروا على القاره ديال الكغيف ديالنا اللي خرجنا كوميتون دي ايتوديون اون ميديسين في طنجه، اللي ما كانش قرار عبثي، جا مور انتظار طويل اللي دام 3 سنين. المشكل ديالنا الرئيسي هو لافاك، ما عندناش اون فاكولتي، ما عندناش ان لوكال في كنقراو، كنقراو في ان سول انفي كنتناوبوا عليه حنا و دوزيام اني، اون برومو كتقرا في الصباح و اون اوتر في العشيه. بالنسبه لي تخوازيام اني عندهم ان اوتر اونفي في اف اس تي، في واحد الحاله اللي زعما حديت ولا حرج. عندنا اون سول سال دو تي بي اللي كنتناوبوا عليها بثلاثه، الشيء اللي كيطرح مشكل، كنبقاو نديكاليو بزاف في التوقيت ديال تي بي باش نقدروا نوازنوا بين لي برومو بثلاثه. المشكل ديال البيبليوتيك، كاينه اون سول بيبليوتيك اللي هي تابعه للانسا، كتكون ديما عمر الطلبه ديال الانسا وصغيره، كتفتح معطله وكتشد بكري، غالبا تخوازيام اني ما كيلحقوها شي. ودو بلوس لي ليفغ ميديكو اللي ما كاينينش، كاين ماشي ما كاينينش في مره، كاين عدد قليل ما كيكفاش حجم الطلبه اللي كاين. هذا بالاضافه لما عندنا شي مرافق فين نقدروا نعملوا لي زاكتيفيتي باراسكولير ديالنا في حال اي طالب عادي، ستادير ما كنحسوش براسنا عايشين الحياه الطلابيه كما ينبغي. السلام عليكم، كنقدم راسي، اسمي معاد مروان، انا طالب في كليه الطب والصيدله بطنجه في السنه الثانيه. بغيت نوضح بان احنا عملنا هذا الاضراب اللي كيشمل يوم الثلاث اللي هو اليوم ونهار الخميس من هذه السيمانه، حيت عندنا بزاف ديال المشاكل. بين هذه المشاكل هو ان ما عندناش مقر، اولا باقي ما عندناش كليه اللي كنحسوا فيها براسنا مرتاحين، كنحسوا راسنا بان ما عندناش انتماء نوعا ما، ما عندناش حياه جامعيه في المستوى. فورماسيون ديالنا وهذوك مزيانين، لي بروفيسور ديالنا كيحاولوا المستحيل معنا باش تكون عندنا فورماسيون مزيانه وفي نفس المستوى ديال الفاكولتي اخرين، ولكن واخا هكا كتبر بانك باقي ماشي مرتاح نفسيا، باقي عندك كتبر راسك بان عندك اونفي واحده كتقاسم مع جوج ديال لي برومو، باقي عندك واحد لونفي في لي فيستي اللي مدرسه ماشي الطب، ولانسا اللي مدرسه حتى هي ماشي الطب كنتقاسموا فيها دو زونفي ما بين ثلاثه ديال لي برومو، عندنا واحد لاسال تي بي اللي كنتقاسموا فيها ما بيناتنا بثلاثه بينا. وعاد المشكل ديال الاقتضاد اللي غيوقع ان شاء الله العام المجيد ما تفتحتش لافاك، غيكونوا جوج لي برومو كيقوموا بالتدريب الاستشفائيه ديالهم اللي مقسمه على ثلاثة المستشفيات. المهم غيكون اقتضاد كبير في هذه الناحية، وبالإضافة لي ريزيدون لي زانترن اللي طلعوا هذا العام غيكون اقتضاد بزاف، لذلك كنطالبوا بشي حل، ما خصنا شي حلول ترقيعية، وخصنا غير الحقوق ديالنا، ما عندنا لا مطالب لا والو، حق المقر وحق يكون عندك مستشفى جامعي هو حق لاي طالب. السلام عليكم، معكم اسامه بو عمري، طالب في كليه الطب والصيدله في السنه الثالثه. كيف ما هو معروف حنا اليوم الثلاثاء 4 دجنبير 2018 ويوم الخميس 6 دجنبير 2018، غنخوضوا واحد الاضراب شامل ديال الدروس النظريه، الدروس التطبيقيه والتدريب الاستشفائيه. النقط او المطالب ديالنا فهي واضحه وبديهيه جدا، ما عندناش كليه، ما كاينش سي اش او، واكثر من ذلك ما عارفينش واحد لا دات اكزاكت اللي فوقاش غنمشيو ليهم، ولا الاسباب اللي خلتنا مازال ما مشيناش الكليه ديالنا، ولا تاخر في اعمال ديال بناء المستشفى الجامعي. يعني داك الشيء واضح مره، خصنا حنا كنطالبوا بواحد التاريخ اللي هو اكزاكت، لان ديجا تعطاونا 5 ديال التواريخ وما تمش الاحترام ديال حتى شي تاريخ منهم، ومؤخرا هو نوفمبر 2018 شهر اللي داز. دونك حنا المطالب ديالنا فهي واضحه جدا، خصنا علاش ديزيكسبليكاسيون، علاش مازال لافاك ما واجداش، علاش مازال التاخر في الاعمال ديال المستشفى الجامعي. فلهذا قررنا اننا نديروا واحد الاضراب الشامل كيف ما قلت لكم، وديجا كنا في الاول بدينا في شهر 10 بواحد جوج وقفات احتجاجيه في لانسا. من ناحيه بعد لي بريس الكترونيك، كاين بعض النوم فحال اللي كيشيروا يعني الاداره ديال الكليه هي اللي فيها المشكل، فانا كنقول لا، ماشي الخطا ماشي من الاداره ديال الكليه، لان شكون في ديك الاداره ديال الكليه؟ فهما اساتذه لي زونكادرون ديالنا في لي ستاج اللي الصراحه عاملين اكثر من جهدهم معنا باش نكونوا فحالنا فحال لي زيتيديون ديال دوطخ فاكولتي. من ناحيه الفورماسيون كنقراو بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الدفعات الاولى ديال كليه الطب والصيدله في طنجه غيكون عندهم واحد
واحد تكوين ناقص انصاف اطباء ولا شبه طبيب فهذا غلط. حنا فورماسيون ديالنا الصراحه مزيانه فحالنا فحال لي زوتغ اتيديون ديال دوتغ فاكولتي في المغرب، لان الصراحه الاطباء والاساتذه ديالنا قايمين اكثر من الواجب ديالهم. وواحد المشكل اخر اللي كنعانيو منه في ظل الغياب ديال الكليه ديالنا هو مازال لحد الان الناس ما عارفينش ان كليه الطب والصيدله كاينه في طنجه، وهذا واحد المشكل اللي كنعانيو منه.